بجد ولا خلاص؟ بدأ طب خلاص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا انا سعيد جدا ان انا اجي بغداد لمكتب الإغاثة الإسلامية في بغداد بعد اخر زيارة في 2003. 2003 كان يعني حدث مؤلم، واحنا عارفين ايه اللي حصل في 2003. ان شاء الله يستقر الامن والامان في البلد وترجع العراق الى ما كانت عليه من قبل، امين. لان انا العراق يعني لما جيت هنا في 96 كنت خجول انه انا في مدينة الثورة بنعمل مشروع الاضاحي ان انا اوزع معونات على العراقيين. يعني كنت بعتبرها انها جريمة من 21 سنة ان امثالي يوزعوا على امثالكم معونة. فلان العراق بالنسبة للعالم كله يعني من ارقى الدول واغناها واكثرها علما وتعلما وثقافة. ففي الوقت ده فعلا انا كنت تعبان جدا نفسيا. كنا عايشين في حي الثورة ورحنا المدينة الطبية هناك ونفذنا مشروع الأضاحي هناك في أحد المساجد، وقضيت العيد 96 97 عيدت هنا في بغداد، وبعدين لفيت بقى لغاية ما وصلت البصرة، وبعدين وصلت الموصل وكركوك، وبعدين في شباب بقى وصلوا لحدود سوريا، راوة وهيت وعانة وحديثة إلى آخره. الإغاثة اللي انتوا ما شفتوهاش في بريطانيا بدأت أسهل مما تتخيلون، أسهل. قول لي كده كلمة سهلة تطلع من بقك، أي حاجة. تبرعات بسيطة. خفيفة. ها؟ تبرعات بسيطة. تبرعات. طلعي كلمة كده تكون خفيفة. ها؟ حلوة. ها؟ حلو. ها؟ ولا حلم ولا حاجة. احنا لقينا في مجاعة في شرق السودان، وانا كنت في كلية الطب بعمل الدكتوراه بتاعتي، كان ليا زميل فلسطيني عراقي، يعني هو فلسطيني بس كان متجنس بالجنسية العراقية، هو حاليا في الأردن. فقلنا نعمل حاجة، عملنا حاجة. رحت انا السودان، دعوني على مؤتمر او لقاء الجمعيه الطبيه الاسلاميه، وبعض الشباب مش بقول لك هي بسيطه جدا جدا جدا، قول جدا جدا جدا، بسيطه جدا. لما رحنا هناك بعض الشباب السودانيين ادونا اوراق كده يقولوا صور ده هنا في مجاعه وفي مسلمين وكذا ومسيحيين الى اخره. فقلنا نعمل حاجه، قلنا ايه؟ لا مكتب ولا أسماء تخينة ولا ميزانية ولا استراتيجية ولا تليفون ولا كمبيوتر ولا أي حاجة. فخدت الصور، وقفت في مصر ترانزيت، كان الكلام ده في ديسمبر 83. ديسمبر 83 أنا بكلمك دلوقتي بعد دورة ال 33 سنة ما عدت، واخدة بالك؟ وكان فقعدت مع أهلي ولميت قرشين كده، واللي اداني 50 جنيه واللي اداني 100 جنيه، لميت 1500 جنيه. وطفل صغير عنده 9 سنين اداني 20 قرش، اداني كام؟ 20 قرش، وحط كده قلقلة على القرش، قرش. بس جيت مع احسان واحنا قاعدين في برمنغهام اللي هو الاخ الفلسطيني العراقي ده، وقلت له نعمل حاجه، فتحنا حساب في البنك بس. ومشينا بقى من شارع لشارع ومن حاره لحاره ومن دكان لدكان ومن مسجد لمسجد ومن مؤتمر لمؤتمر، ونجمع تبرعات في الاكياس البلاستيك، عارف الشنطه بتاعت الخضار دي؟ كنت انا بشيلها، كنت انا بقى ايه
بشيلها. عملت 6 حركات كنت انا بشيلها كده وانا ماشي في الشوارع. ما كانش عندنا مكتب ولا عندنا اسم ولا عندنا اي شيء الا اشترينا صندوق حطيناه على الحيطه واشترى واحد عراقي برضه من شيفيلد من عائلة الكاتب. واحد هو يمكن هو موصلي كده البيض كده من الموسم مش كده من الشمال وبرضك من ناحية سوريا. فاشتا صندوقين 3 كل يوم سبت نروح نفتح الصندوق ونطلع 50 جنيه او 100 جنيه الى اخر. خلاص طلعح فين يا حسن؟ هكذا بدأت. بس في قصة تانية عايز اقولها لكم عشان تقولوها لولادكم قبل في حدودة النوم. انا كنت لسه متجوز عقبال عندكم وكان مراتي. طب انا هتجوز تاني يعني. وكانت مراتي ربنا يكرمها كانت جاية من مصر في سبتمبر 83 وانا جات لي السفرية دي للسودان في ديسمبر 83. ما كانش معايا فلوس كنت لسه طبيب صغير كده انا طبيب اصلا. فنزلت المركز الاسلامي في لندن اللي هو فريدنج بارك ده قلت للشيخ انا معيش حتى من تذكره الطياره. الشيخ حامد قال لي خلاص فتح الدرج وطلع ايه طلع كبشه كده بيسموها انتوا بالعراق ايه كبشه فلوس. قال لي اتفضل. ها لفه رزمه بس الحته دي هي العراقيه دي اللي قالتها مش عارف ايه بس هي صح كبشه يعني. فالمهم خدت 300 جنيه اشتريت التذكره ونزلت الخرطوم ادور على المؤتمر ده ولا لا. فالمهم لقيته. الجميل في الموضوع ده ان صاحب ال 300 جنيه ده لا احد يعرفه الى يومنا هذا الا الله والملائكه اللي كانوا حواليه. اللي هو بدون ال 300 جنيه ده ما كنتش انا سافرت السودان. وحد قال لي اخ السوداني هناك قال لي لا ده في كذا وكذا 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 وبعدين 20 قرش بتاع الطفل المصري. يعني شوف شخصيه مش معروفه يعني شخص سوداني اداك حبه صور وبعدين طفل صغير اداك 20 قرش حدوته دي تنفع مش كده؟ هنلحنها بعد كده. هكذا بدأت. كانش عندنا أي شيء. كناش تابعين لأي حد. عشان كده نمت الإغاثة في وسط أحضان المملكة البريطانية بالرغم من أنها نسيج مختلف عن النسيج البريطاني لأنهم أرجع الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لإخلاص العاملين والمتبرعين وفي نفس الوقت للي هو الحكومة اللي سمحت بنمو العمل الإنساني في بلادها. فبدأنا المسيرة ومشينا بقى من التطوع 84 لغاية 89 لغاية ما جت اللي هو الحرب بتاعت البوسنة في 91 92 بعد جه الحرب العراق الأولى في 91 وبعدين جت بعد كده كل الحروب كنا احنا متصدين ليها بفضل الله سبحانه وتعالى. فاللي انا عايز اقوله ان البدايه كانت بسيطه 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 كانتش صعبه. وده بيخلينا نفكر ان اعظم مشكله معقده حلها ابسط مما تتخيل إذا صدقت النوايا. أعظم مشكلة معقدة حلها أسهل مما تتخيل إذا صدقت النوايا. أما إذا كانت النوايا غير صادقة فمهما كانت المشكلة بسيطة فلن تحل. وأنتم كنتوا شايفين اللي حصل حوالينا في كل حتة في العالم سواء كان عالم عربي ولا عالم غير عربي. فإذا صدقت النوايا جاء التوفيق من الله سبحانه وتعالى ولن تستطيعي أو لن تستطيع أن
تستوعب التوفيق. مش هتقدر تستوعبه كتير يا ربي، ايه ده كل ده جاي، مش هتقدر تستوعبه. مش هتستوعب الخير بتاع ربنا لو النية كانت صالحة. دي البداية البسيطة جدا جدا جدا. إلا لو كان عندكم بعض الأسئلة وبعض الأشياء، أنا أهل، مش استغفر الله، مش أنا أهل، أنا جاهز للإجابة عليها. بس أنا سعادتي هنا إن أنا ربنا أكرمني إن أنا أجي أمشي على أرض، مش فقط أرض طهرة، على أرض صنع عظمة تاريخها رجال ونساء لم يكررهم العالم الإسلامي منذ مئات السنين أو حتى منذ آلاف السنين. فالأمر هنا لا تقنطوا من رحمة الله، ولا نيأس أبدا، ولن يستوي إلا الإيه؟ الشيء الحق والعدل من عند الله سبحانه وتعالى. فده اللي احنا بنقول عليه. وكل الأعمال الإرهابية اللي بتحصل دي إن شاء الله هتكون هي فقاعة في فنجان قهوة ولا في فنجان شاي، هنقعد نحكيها لأولادنا أحفادنا فيما بعد، وحنرجع نعيد كتابة التاريخ مرة أخرى، لأن احنا شعب مش سهل. احنا شعب أصله حضارة وقاعدته النهضة وسماء هو رضا الله سبحانه وتعالى. فده اللي أنا بتكلم عليه. فمن حبي للعراق يعني جيت مرة تانية وحاجي مرة ثالثة وحاجي مرة رابعة وحاجي مرة خمسة. يعني لازم تاخد لك مرأة هنا مرة خمسة؟ لا، لازم مرأة تاخدني. مرأة تاخدني وايه اسمها ايه بيه تتبناني. ما انا يتيم بقى، ابويا وامي ماتوا، ما هتتبناني وتتجوز، هي هتتجوزني، هديها العصمة، مع سميها عصمة. خلي بالك الكلام ده على الهوا، هتودينا في داهية انت. فلو انتوا عايزين تسألوا اسئلة معينة انا جاهز بالنسبة لكم. يعني سؤال، انه المكتب الرئيسي كان في بريطانيا بداية؟ هو طبعا لكل شيء في تأسيس الإغاثة حكمة ربانية. انا كنت بدرس الطب في برمنغهام. برمنغهام تاني اكبر مدينة في بريطانيا. وقد يكون حكمة ربنا في هذا الامر ان لندن ما كانتش حتى انا ما كنتش هستوعب لندن، حركة والعواصم والحاجات دي كلها والقيادات الإسلامية اللي بتوديك شمال شوية وتوديك يمين شوية وتطلعك فوق وتنزلك تحت. فمن حكمة ربنا علينا ان البذرة بتاعت الإغاثة نبتت فين؟ في بريطانيا، الى ان اصبحت عالمية. وده يعني لان انا كنت بدرس بس في كلية الطب جامعة برمنغهام، مش لا اكتر ولا اقل من كده. زي المكتب اللي بعدين فتح باي بلد؟ صليتي على النبي عليه الصلاة والسلام. اما شيل بس الميكروفون اجيبه ناحيتك. أنا لما كنت بركب الطيارة كنت بحلم. عبد الحليم بيقول إيه؟ بحلم بيك يا حبيبي أنا يلي مليت أيامي هنا. الله، طب نغني بقى مع بعض. هي شادية بقى، بس أنا عايز سامي يا جمال. الله الله، عجبتك قوي دي. طب أجيب لك تحية كاريوكا. بيتفرج على روتانا كلاسيك. المهم، فكنت بركب الطيارة وكان في خريطة العالم كده في المجلة زمان، كنت بعلم على كل العواصم اللي احنا عايزين نفتح فيها مكاتب، وانا لا كان عندي ميزانية ولا مكتب ولا تسجيل ولا عمال. زي مرة كنا قاعدين في المكتب مكاتب، فبقول له اخت من الاخوات زيكم كده، بسم الله ما شاء الله، انت قاعده ورا اللي ما كنت كويسه. قلت لها في واحد حافي ولابس جلابيه مقطعه وعايش في اوضه ما فيهاش شبابيك ولا بان ولا حمام، وقاعد بيبص لفوق كده
بيقول انا عايز اعمل حاجه للعالم وانقذه. قلت لها يبقى اسمه يبقى ايه رايك فيه ده؟ قالت لي ده يا راجل مجنون. فطبعا كل اللي في الاوضه قعدوا يضحكوا. قلت لهم يضحكوا على ايه؟ اتبسطت بقى البنت. قالوا لها ما المجنون ده هو اللي واقف قدامك. في الفتره دي في الثمانينات واحنا ما عندناش اي شيء، انت عليكي تبصي للحلم بتاعك اللي انت عايزه تحققيه، ولو ما كانش عندك اي قدره على تحقيقه بس احلامي، وبعد ما تحلمي تشتغلي. فاغلب المدن اللي انا كنت بحط عليها العلامه دي الدايره، ربنا جعلنا نفتح فيها مكاتب من امريكا بالولايات بتاعتها كلها، من كندا، فرنسا، بلجيكا، هولندا، حتى دول وسط اسيا، شيشان، كازاخستان، روسيا، اوكرانيا، بلغاريا، كل ربنا اكرمنا في الحاجات دي كلها. فلذلك اما ترجعي مفيش حياه لينا من غير حلم، ومفيش حياه لينا من غير دور. فلذلك عليك انك تحلمي، بس تحاولي ان شاء الله تعملي شيء بسيط لتحقيق حلمك ده. عكده احنا بدأنا. بتقولي بقى الحواديت دي الاطفال عندكم في البيت عشان هم اوعي تخليهم ما يحلموش. حذاري تخلي ابنك ما يحلمش ويحكي لك حلمه. حذاري، انا بقول صباعي اهو، شايف صباعي ده؟ حذاري. او بنتك ان تقول لهم ما تحلموش وما تحققوش حلم ايه، حتى الحلم مش ممكن يتحقق، مش مهم يتحقق، بس المهم انه يحلم. تسمع يتكلموا وتسمع. نعم، وده السؤال الاول. اتفضلوا. يعني شلون الخطوه الثانيه اللي صارت؟ انت قلت لا سجلتوا ولا اكو ميزانيه ولا اكو اي شيء. لا، ما احنا شوفي، كان الهدف من الوقت ده ان نركز على الهدف. فكنا احنا زي ما قلت لحضرتك ان الهدف بتاعنا فقط ايصال المساعدات للمحتاجين. كنا ما كناش بنخلطين الاوراق ابدا. فكان ده شغلنا. فكنا بنمشي زي ما قلت لحضرتك، انا واحسان في مدن مختلفة في أماكن مختلفة في بريطانيا علشان نعرف بالعمل ده. الأمر الجميل اللي موجود اللي ساعدنا كتير جدا في العمل ده الطلبة في الجامعة، ده الجمعيات الإسلامية، دول كانوا هم يعتبروا الروح بتاعة الإغاثة. كان عندي طلبة من سن الثانوية العامة، أولى ثانوي وتانية ثانوي، متطوعين إلى الجامعة والدكتوراه، ودول اللي كانوا إيه الجمعيات الإسلامية اللي كانوا بيساعدونا في الموضوع ده. فطالما انت ركزتي على الهدف بتاعك وما خرجتيش كده وقعدت كل شويه تشتت نفسك، هتحولي البذره اللي انت حطيتيها في الارض دي ل بنسميها غابات او موائل الى اخره. بس انت ركزي على ايه؟ على البذره نفسها، على الهدف نفسه. ده مش التاريخ، دي المقدمه، دي الصفحه اللي هي ظبط ايه، دي صفحه الكتاب. التسميه جت كنا في سنه 85. يوسف اسلام انتوا عارفينه طبعا، كات ستيفن، وانا وبعض الناس التانيين كنا قاعدين في كده في برمنغهام. فيوسف اسلام جالنا وكان راجل متحمس الى اخره، فهو اعطانا الاسم. قال بدا كنا احنا نسميها اللجنة مساعدة اللاجئين المسلمين في افريقيا. الحساب اول حساب اتفتح بيه كده. فهو قال لنا ما تسموها اسلامك ريليف. فقلنا له جزاكم الله خير، سميناها اسلامك ريليف. الشعار صممه واحد شاب متطوع تركي. حتى انا ما شفتوش. وما رضاش ياخد فلوس الشعار ده. وما شفناهوش، فربنا بيأجره على شعار هو عمله. ما اعرفش هنبقى الشعار دلوقتي في كل مكان، في اماكن كتيره جدا
في العالم يوسف اسلام وكاز ستيفن والشاب التركي ده. بعد كده لما حصل هجوم على الاسلام وعلى المؤسسات الاسلاميه احنا رفضنا قطعا في التسعينات الى اليوم ان نغير الاسم بالذات. كنا عايزين نعمل ايه؟ كنا عايزين نخلي العالم يحترم مؤسسة اسلامية عندها مهنية في مجالات مختلفة. وحصل بفضل الله سبحانه وتعالى. فدي التسمية بتاعة الاسم. طيب شلون ترى الاغاثة الاسلامية الان بعد تحقيق الحلم؟ هو الحلم متحققش لسه. بعد عندنا الحلم اكثر؟ لا انا سبت الاغاثة زي ما انت عارف. بس الإغاثة الإسلامية لابد تتحول إلى مؤسسة راسخة بمعنى أو هي أو غيرها، بمعنى أنها تملك المؤسسة للمجتمع. المعنى المؤسسة يا شباب، في حاجة اسمها جمعية، حاجة اسمها مبادرة، في حاجة اسمها مؤسسة اللي هي institution. فكلمة institution مش foundation معناها انها بتفتح ابوابها لعامة المجتمع فيصب فيها خيراته من ابنائه وبناته، وهي تخدم هذا المجتمع زي كل المؤسسات اللي بقى لها 100 سنة و 200 سنة. الازهر كان مؤسسة عريقة، هنا مكان مستقل وما زال. والجامعات الاخرى كهارفارد واوكسفورد وكامبريدج حاجات دي كده، دي مؤسسات لأن أصبح لها زخم مجتمعي قوي وأصبحت هي ملك المجتمع يدافع عنها. فتخيلي مثلا ما حد يجي يهاجم جاي حاجة من الجامعات العريقة دي كلها، كل المجتمع بيقف عشان يدافع عن مثل هذه المؤسسات. فلابد الإغاثة الإسلامية تبقى مؤسسة يمتلكها المجتمع، ما يمتلكهاش فصيل أو مجموعة معينة أو خلف. وده بالنسبة لكل المؤسسات مش بس بنتكلم عنها، لأن المجتمع المدني في العالم العربي والإسلامي مش مبارح، مش النهاردة، مش من 10 سنين، ده بقاله مئات السنين. الأوقاف اللي عندكم هنا في العراق، التكايا اللي عندنا، احنا شفنا أحد التكايا النهاردة لما دخلنا فيها وهكذا، دي حاجات كلها ده مجتمع مدني. فلابد نقوي المجتمع المدني. مؤسسة لابد تكتب تاريخها، يعني انتوا هنا هو تكلفوا الإغاثة، تكلف واحد فيكم يكتب التاريخ من 96 إلى يومنا هذا، لما زال الناس أحياء، إن كل مكان نشأت فيه الإغاثة لابد أن تكتب تاريخها. تاريخ الكتب هنا، أول زيارة هنا وتاني زيارة وتالت زيارة، واللي جه من أرشفة، واللي جه وقعدنا، وساعة الحرب عملنا إيه اللي هي الحرب بتاع اللي هي بتاع 92 وراح 90، ما ساعة الحرب الثانية بتاع 2002 إلى 2002 2003 يعني، أوكي دي عشناها إحنا، عشناها والناس اللي سجنوا هنا في أبو غريب، مصطفى وعبد الإله وخالد خليفة وهكذا. فاللي ما عندوش تاريخ يكتبه مش عارف يكمل، مش عارف إيه حودي لأولادك وأحفادك والناس بتعرف بعد كده تعمل الخطوة اللي جاية بعد كده. من غير التاريخ مفيش، وما ينفعش التاريخ يكون في 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 جوف أو في جوف شخص واحد بس، المؤسس مثلا أو أنت أو أنا، لا ما ينفعش. كل واحد فيكم شاف حتة من التاريخ وعمل حتة من التاريخ. أنتوا حتى لو كنتوا اشتغلتوا هنا سنة وسنتين وثلاثة، عملتوا جزء من تاريخ الإغاثة في العراق، من حقكم أنكم تكتبوه وتشاركوا فيه. دي العقلية اللي احنا عايزين نتكلم عنها، ان كل من شارك في صناعة تاريخ واحداث المؤسسة يكتبها. انا امبارح واحد كلمني في التليفون اسم كده من هيومن ابيل، تعرفين هيومن ابيل، فبيقول لي يعني الشباب ويخش في عمل الانسان ازاي بتاع ده، فحمسني. فقعدت في الطيارة 3 ساعات من تركيا من برمنغهام لاسطنبول اكتب الورقة دي 9 صفحات وش وضع، يعني يطلعوا بتاع 7-8 صفحات عشان الحتة دي. واحد تاني اداني بعض الاسئلة قعدت اكتبها وانا جاي في الطيارة عندك، بس لسه ما خلصتش. فلازم حد، لازم نتعود نكتب زي ما كان ابائنا واجدادنا بيكتبوا وبيسافروا بال1000 ميل وال2000 ميل و3000 ميل عشان يجمعوا حديث
ولا معرفة ولا يتحققوا من أي شيء. صح؟ أنا هو كلامك هذا أدى بالي على سؤال ثاني. هو بهاي بالنسبة للإنستيتيوت يعني أو هسه الإغاثة حاليا يعني أكو غير المسلمين يعني بس يشتغلون بيها. من زمان. إذا معناته يعني إنه من سر الإنستيتيوت. صليت عن بقية الطوائف تشتغل يعني. صليت على النبي. أنا حبيب قلبي في أول التسعينات كان مدير اللي هو الاي تي مسيحي. أول التسعينات أول من استجاب اللي هو الزلزال اللي حصل في إيران في 91 كان إغاثة إسلامية حتى قبل الحسينيات ومساجد الشيعة في بريطانيا 91 وأنا أتحدى أي واحد واخد بالك 91 مش 2003 واخد بالك كنا احنا في الأول وده فخر لينا إن احنا لم نضع أي فارق حزبي أو مذهبي أو طائفي وبحاتك أنا كان الاثنين في 2002 الاثنين كانوا دراعات اليمين في قسم الأدفوكاسي اللي هو المناصرة واحد اسمه عديل باكستاني شيعي والتاني اسمه اسماعيل تهمزوف لسه موجود دلوقتي عديل مشي لكن اسماعيل تهمزوف موجود في قسم الاستراتيجية كان واخد اثنين ماجستير اسماعيل ده بسم الله ما شاء الله يعني مخ أنا ما فيش مخ لا ده هو أذربيجاني اسماعيل أذربيجاني بيتكلم إنجليزي وتركي وأزاري مش عارف حاجة تانية كمان مش عارف وروسي أو حاجة يعني حاجة كده من اللي تفرح يعني فعندنا بنات مسيحيات وعندنا سيخ وعندنا إيه تاني أقول لك وكل بقى الأطياف ال 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 كل الأطياف الأخرى موجودة لا عندنا لا احنا عندنا انا قابلته صح قابلت ريمون لما كنت انا موجود هنا في عيد اللي هو القيامه بتاع في ابريل فده من زمان يعني انت بتتكلم عن 25 سنه بالك فده موجود عندنا بقى كل الاتجاهات الدينيه موجود الصوفي والسلفي والبطيخي كل الحاجات دي كلها موجودين بطيخ والشمام وال هو يعني سؤال كان مسلم ومسيحي هو نعم موجود عندنا الاخ السيخي وعنده لابس البتاع شاف الصور طيب وده في الهيومن ريسورسز شفت بقى في ال قبل قليل ذكرت انه انت تركت الاغاثه الاسلاميه يعني السنه الثانيه اللي هي تركت الاغاثه الاسلاميه تركت العمل فيها للصبر يعني او شنو يا ناحيه تركت الاغاثه الاسلاميه طيب أنا بعد 24 سنة في الإغاثة أو بعد 20 سنة في الإغاثة بدأت أفكر أعمل حاجات تانية زي كنت بكتب بعد أعمل حواديت كده وأحلم فكان في ثلاث مبادرات الأولى اللي هي نعمل مؤتمر عن مرض الإيدز وكيف إن المسلمين يخشوا علشان يواجهوا ويكافحوا مرض الإيدز من وجهة نظر إسلامية والتانية ان احنا بعد 11 سبتمبر ان احنا نعمل كوبري او بريدج ما بين المؤسسات الدولية الاسلامية وغير الاسلامية والتالتة كانت اننا نعمل مظلة للمؤسسات الخيرية الاسلامية مرض الايدز عملنا مؤتمر كبير في جنوب افريقيا في 2007 وبعدين حولناها الجمعية وللأسف المسلمين ما استمروش يعني ساعدوها 5-6 سنين ووقفت قفلناها الهيماتيريا فورم اللي عشان نعمل الكوبري ده ما بين الشرق والغرب ما زال إلى الآن شغالة وبتحاول تصارع نقص الدعم اللي ما بيجيلهاش والتالتة اسمها مسلم شايس فورم ممتاز للخير الإسلامي وده في 17 جمعية خيرية إسلامية في بريطانيا والرابعة اللي هي حاجة اسمها زكاة هاوس زي بيت زي كده بنأجر فيه بالكرسي بالترابيزة وبالعنوان الجمعيات الصغيرة اللي في لندن فلما الحاجات دي بدأت تطلع
قلت انا مش هقدر احقق الحاجات دي في الاغاثه، اخرج احققها بره. فبقى لي 10 سنين بحاول مع المبادرات الجايه دي كلها عشان تنجح، وما زالت يعني الحمد لله. عشان كده ده الهدف يعني ان شاء الله. الامر لكم، طاب فضلكم. شكرا جزيلا. طيب خلاص بقى.